شوف استاذ عدي، انت اذا تريد الان تطلع القوات الامريكيه او التحالف الدولي بصوره عامه، انت لازم ترجع الى الامم المتحده، على اعتبار انه التحالف الدولي الموجود في العراق امريكا جزء منه، وبالتالي اذا تريد ان تطلع هذه القوات، انت الدول الدائمه العضويه المفروض انه هي تشوف الوضع على الارض في العراق، لانه هي اللي قررت انه تساعد العراق في حربه ضد داعش. لكن الآن احنا عندنا تعرض قبل 3 أيام أو يومين صار في أعتقد في ديالة وفي كركوك، يعني ما ذكر بالضبط، وبالتالي معناها أنه هذه الخلايا النائمة، خلايا داعش النائمة ما زالت موجودة حتى وإن طلب العراق من الأمم المتحدة إخراج أو إنهاء الملف التحالف، إنهاء وجود التحالف بالعراق. أيضا هذه الحوادث الآن راح تطلع عليها هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأخرى المشاركة في هذا التحالف، وتقرر بالنتيجة أن العراق ما زال بحاجة إلى وجود قوات التحالف، وبالتالي لن يوافقوا على إخراج قوات التحالف. أما بالنسبة للوجود الأمريكي بالتحديد، أمريكا باعتبارها هي أولا قائدة التحالف، ثانيا هي كانت جاءت للعراق بطلب من الحكومة العراقية ما بعد انسحابها بال 2011، مثل ما تفضلوا الأخوة وذكروا بالتفاصيل عملية إعادتهم والمذكرة التي تم توقيعها معهم، وبالتالي إخراجهم بالتالي إخراجهم يتطلب إلغاء المذكرة من الجانب العراقي بالتفاوض مع الأمريكان. يا بتر احنا راح نلغي هذه المذكرة، مريتكم تسألون علينا، رحم الله والديكم، كفيتوا تشوفون شركم، مع السلامة. لكن لحد الآن لا توجد حكومة عندها القدرة أنه تتحمل مسؤولية قرار مثل هذا، مثل ما ذكر السيد الكناني بأنه سلاح المقاومة باقي، سواء طلعوا الأمريكان، طلعوا التحالف أو ما طلعوا، أحد قيادات الإطار التنسيقي، أنا أذكر أول ما أجى الكاظمي عندما حاول حصر السلاح بيد الدولة، طلع أحد قادة الكبار يعني بالإطار التنسيقي قال احنا سلاحنا باقي حد ظهور المهدي. ما له علاقه، حتى اسرائيل ما له علاقه. اكو واحد الاخ قال له غلس. الاخ قال له غلس. طيب. ما له علاقه، هذا ما مرتبط. الفصائل سيطرت على العراق بهذا السلاح، تسليمها للسلطه بشفافيه.